عسلامة أنيا منى 23 سنة. مناطق صوتي كان ما تضمن الأمن في تونس كاملة، يعني أي تونسي كسوة امرأة ولا راجل خطر العنف في الشارع ما عادش محتاج، ما عادش كان عنساء ولا عنساء ورجال. لذا أنيا من نطالب أنه أي تونسي في 24 ولاية في أي شارع في تونس ينجم يخرج للشارع ما غير ما يخاف على روحه، لا من اعتداء، لا من براكاج، لا من خطف، لا من اغتصاب، لا من حد شيء. خاطر ما عادش معقول في بلاد كيما تونس اليوم بالتطور اللي فيها تونس اللي هي تسمى مثال للبلدان العربية، التونسي يعفس الشارع وهو خايف على روحه. نقطة ثانية، مناطق صوتي كان ما ترجع الاعتبار للمربي في تونس كسوة مربي ولا أي إنسان يخدم في قطاع التربية والتعليم من الابتدائي للجامعة للروضة الكل، على خاطر التعليم والتربية هو الأساس متاع التربية ومتاع الازدهار في تونس ككل. لذا أني نطالب أن المعلم والمربي يرجع له الاعتبار والإمكانيات في المؤسسات التعليمية الكل تنزل، ونحاول نقصوا من الخوصصة بلتو سمحني باش نحاول نزيد نطور البلاد أكثر. شكرا.